يا دكتور يا دكتور فاق يا دكتور. الحمد لله على السلامة يا هندسة، جت سليمة الحمد لله. عاش. ايه ده، هو في ايه حصل؟ لازم عمر اروح المسابقة. انت مش هينفع تتحرك خالص من مكانك، انت محتاج راحة على الأقل لمدة أسبوع، مش هتقوم من على السرير لمدة أسبوع. طب أنا عايز أكلم جوستاف ومدحت. طيب خلاص، أنا هخلي الممرض يكلمهم لك. بص يا هندسة كده كده ظبط؟ لا تمام كده، مش ناقصك حاجة، دي ربنا يوفقك. طيب خلاص كده تمام، أنا هتكل على الله بقى. يلا بينا هندسة. عدى على الله يا رب. انا اخر حاجه فاكرها ان انا كنت نازل من المكتب، بس مش ده اللي انا كنت عايزكوا. عشان انا عايزكوا تسلموني المشروع بتاعي. مشروع ايه يا ابني؟ اهم حاجه صحتك. ده اهم مشروع شغال عليه، انا محتاج حد يسلمه بسرعه ضروري. مش عارف، بس انا عندي ميتنج بكره، مش عارف اعصلك مشروع ده ولا لا. خلاص لو انت مش فاضي بكره سلمهوله، انا عادي مش حوار. ماشي بينا عليك. خلاص ماشي. ايوه خلاص، انت يا مدحت روح خد كل حاجة على اللابتوب وسلمها لجوستاف، هو يروح يسلمها. خلاص هبقى اديك الفايل بالليل. خلاص ماشي على ميعادنا. تمام. مش عارف مشروع ايه ده كمان اللي هو عايز يسلمه. هو مش شايف هو عامل ايه ولا حالته عاملة ازاي. يلا هاخد انا المشروع واكرر حوار ايفل ومحدش يعرف حاجة، الزباين ما بتخلصش. معاد الحقنة. ريش سويد حقنة ايه يالا؟ اطلع بره. معانا ومعاكم رئيس لجنة التحكيم المهندس محمد احمد عثمان السوداني. فريد عثمان السوداني هيقدم الفائز بأفضل مشروع هندسي. والفائز عن مشروعه برج الحيتان العالمي المهندس ضياء النواساني. ستيفن ستيفن، متعرفش اللي حصل يا اخويا؟ عامل ايه؟ في مسابقة جديدة عملوها، عايزين يعملوا مشروع، وأحسن مشروع هيتكرر باسم الجايزة ومش عارف إيه. طب حلو الفكرة دي، بتدخلوا أي حد؟ لا لا، لازم مهندس مدني. لازم مهندس يكون كبير يعني. طب إحنا عندنا الفكرة. فاكر هذا البتاع اللي كنا عملناه زمان؟ برج إيه بقى؟ برج الستيل ده. البرج. طب احنا كده عايزين ناقصنا بس ايه؟ ناقصنا عالي شويه ومدني كويس، وحد مدني كويس يكون بيفهم في الستيل ايه؟ يعمل لنا المشروع ده. صح؟ واخد مين مثلا؟ عارف اللي عمل كوبري ملاكي؟ ده اسمه جوستاف حاجه كده. هو بيفهم في الستيل والكلام ده كله، وحاجه كويسه هتساعدنا يعني. طيب كلمه. ماشي يا صديقي، استنى كده. هو تقريبا في الفندق. انا كده انا موجود في الفندق معايا في الكسير. غير كده موجود في الفندق. ايه يا ابني؟ ايه ده؟ اليوغا. بالفوق الزيرو بيكتب
عندك بقى عشان ايه؟ وانا المتفوق بس خلاص ما تكتبش. طيب خلاص خد اكلمه انت بقى عشان انا ايه ما بحبوش. هذه الرقم اصلا في الشبكة. في الشبكة؟ انا هقوم اغير مكان يعني. غير مكان. غير مكان. طلع في شبكة تاني. طيب يا عم تسكت. الو؟ جوستاف. لا انا مش ستيف، انا موريس. عامل ايه؟ ربنا يخليك. الحمد لله. كله تمام الحمد لله. ربنا يخليك، ربنا يخليك. يا عم. اخلص. حق والولاد. كويس الحمد لله الحمد لله. طيب انا كنت عايز كده اسالك في كذا حاجه، بس ممكن ستيف يفيدك اكتر شويه في الموضوع ده. لا شفت. بص يا سيدي، في بورد كده عايزين نعمله واخترتك يعني عشان الديزاين بتاع كل اللي فات قريب منه. هو برضه ستيل وتراسس كده وايه وحلو يعني. لا لازم تيجي، لازم تيجي عشان تشوف الديزاين. طيب فاضي امتى؟ خلاص يبقى ميعادنا بكره. ماشي ماشي خلاص. احنا زي ما انا قلت لك قاعدين مستنيين. تمام انا هستناك. يلا سلام. خلاص كده يبقى هو جاي بكره. طيب خلاص. هو ايه جوستاف فين كل ده؟ مش عارف، المفروض معادينه من بدري. اكيد هو. خليك بقى. جوستاف عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ كله تمام. احنا مشكوك عامل ايه؟ الحمد لله. ايه بقى المشروع ايه؟ مشروع بص هو بورد كله ستيل وتروسيس. حاجة كده ايه يعني ما شاء الله المجال. عايزين بقى ايه نخش المسابقة دي. مسابقة ايه؟ في مسابقة عاملينها جديدة كده، بس هيخش فيها كذا مبنى واللي هيكسب هياخد. هيتنفس؟ دي افكار بس يعني. طيب تمام حلو. والفكرة ان هم مش بيدخلوا اي حد، محتاجين اسامي كبيرة. فطبعا ما لقيناش قدامنا غير المعاليك. لا ده انا اتكلم. لا لا على ايه؟ على ايه؟ المهم فا عايزينك بقى ايه؟ بص كده على الموضوع تدينا رايك برضه. هو في صفحه ثانيه تمام؟ تدينا رايك وعايزين ينفذ المبنى ده ويبقى باسمنا. بس هو في مشكله صغيره. ايه؟ هو المبنى ده لو اتبنى كده هو شويه هوا هيقع. هو محتاج شوية تعديلات لو بسيطة، بس عادي يعني ما تخافوش. هو الكونسيبت هيفضل زي ما هو والفكرة بتاعتكم هتبقى موجودة زي ما هي، بس هنظبط حتة الاستراكشر مثلا مبني بخامات ايه، معمول ازاي، الحاجات مربطة ببعضها ازاي عشان يعني هتسيب لك كل الاستراكشر والكلام ده. خلاص لا ما تخافوش. لا ما تخافوش ما تخافوش. لا خلاص، بس أهم حاجة إن المبنى يبقى بأساميه. لا لا ما تخافش. انتوا ما سجلتوش؟ لا لسه انا بكسب مسابقه من الليست. ما انا سجلت. تمام خلاص ماشي. طيب انا هاخد الفكره معايا تمام وانفذها وهرجع لك. خلاص ماشي. خلاص هتعمل ايه؟ هتعمل ايه من المسابقه؟ خلاص. هي امتى اصلا؟ تعمل ايه ان شاء الله؟ خلاص تمام. حلوين كفايه عليا يا دوب. خلاص هتعوز مني حاجه؟ يلا سلام. سلام. حلو كده. تفتكر بقى هنجيب منين؟ اصلا اختني والله اجيب الفيل تلاقي 28 نفسي فيها. ما اجيبش انا بينزل ولا شايف في الجوع. دلوقتي اسمحوا لي اقدم لكم اللي هيعلن عن الاسامي المعماري الفايز الباشمهندس عثمان السوداني. دلوقتي اللي فاتت جوستاف ايفيل عن مشروع برج ايفل. بصراحة فخر لينا إن احنا نكسب جايزة قيمة زي دي،
مش عارف بصراحه من غيرك كنت هعمل ايه في حياتي. فعلا المشروع خد مني من وقت كتير ومجهود كبير. الحمد لله ان احنا اللي كسبنا وربنا الحمد لله يعني ما بيضيعش تعب حد. الكلمه الوحيده اللي احب اقولها للناس اجتهدوا وان شاء الله مشروعاتكم كلها تتنفذ. المشروعات كلها كانت بصراحه قمه وان شاء الله كل مشاريعكم تبقى ان شاء الله موجوده على ارض الواقع. شكرا. هنشوف بقى نتيجه المسابقه. المفروض تكون طلعت دلوقتي. ايه بس كده برج مكتوب ان برج ايه ده كتب باسمي من الكلب. يلا 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 نروح نشوفه هو فين. يلا الو يا ضياء. مدحت احنا ازاي نسينا اللي جوستاف عمله زمان؟ يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ معناه ايه؟ يعني جوستاف هيسرق مشروعك زي ما سرق برج ايفل زمان. احنا ازاي ما فكرناش في حاجه زي كده؟ وانا عندي حل. عامه انا ممكن الميتنج اللي عندي ده لا روح ولا نيله وعادي الغيه واخليه في وقت تاني واروح انا اسلم مشروعك وهديله فلاشه فاضيه. هديله فلاشه فاضيه ما عليهاش اي حاجه ويروح يسلمها ويلبس هو بقى. انا متوقع منه جدا الحركه دي. انت ما شفتوش كان في المستشفى عايز ياخد المشروع يفهم اللي هو موافق جدا ومرحب مش من حبه لينا يعني. ده وش اسم المشروع. خلاص ماشي اللي تشوفه صح اعمله. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أشكر جميع الحاضرين على رأسهم أخويا أستاذ مدحت اللي ساعدني في تسليم المشروع ووقف جنبي في أزمتي الأخيرة. وأنا فرحان إني كسبت المسابقة دي وإن تعبي ده جه في محله. وهسيب كلمة لأخويا أستاذ مدحت. اتفضل. مبسوط جدا ان اخويا كسب وهو فعلا تعب جدا عشان يكسب المسابقه دي وكان نفسه المشروع يتحقق من زمان. وهارد لك لبقيه المعماريين واللي هلمعها مرجح. يلا يلا لا 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 ايه اكشن يا عم وين اكشن معاد الحقن. يعمل لنا المشروع صح؟ تطوش؟ ايوه يا عم. معانا ومعاكم مهندس محمد احمد. معانا ومعاكم مهندس محمد احمد عثمان. معانا ومعاكم رئيس لجنه التحكيم باشمهندس. معانا ومعاكم باشمهندس رئيس لجنه التحكيم محمد احمد محمد.